بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. اللهم صل وسلم على ذلك المحبوب الذي به نصل لأعظم مرغوب. نعم، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو فرحة القلوب، وإحنا في الحقيقة مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علاقتنا به علاقة مختلفة، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجدد حياتنا لأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. خليني بس لما نبدأ وإحنا بنتكلم في الحلقتين اللي هنحتفل بيهم بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعالوا نفهم بس إن في علاقات مش زي كل العلاقات، وهي علاقتنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل العلاقات زي ما بيقولوا علماء النفس ممكن تنتهي إما بالفراق ويمكن تنتهي بالموت، لكن علاقتنا بحضرة النبي علاقة مكتوب عليها: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلاقتنا بالله ما تنتهيش، يبقى علاقتنا كمان بحضرة النبي ما بتنتهيش. عارفين علاقتنا بحضرة النبي ما بتنتهيش ليه؟ لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نقرر إن حضرة النبي بالنسبة لنا حياة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش شخص بنحاول نتعرف عليه فنتبعه عشان يسهل علينا طريق. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو حياتنا، حضرة النبي أعظم من حياتنا كمان. وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل العالمين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. يعني إيه نفسي التي بين جنبيه؟ يعني حياته. ليه؟ لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو حياتنا، حياتنا اللي لو اتفتحت علينا هنبقى في الجنة، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي إلينا إلا لكي يدخلنا للجنة. فاكرين لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بص على السيدة عائشة والليلة كانت ظلمة فنورت غرفة السيدة عائشة؟ فاكرين لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سمع كعب بن زهير وهو بيقول: إن النبي لنور يستضاء به؟ فحضرة النبي نور. عارفين يعني إيه حضرة النبي نور؟ اللي هيأذنه ربنا وتكون علاقته بحضرة النبي علاقة دائمة ما بتنتهيش هيعيش بالنور مش بالأنفاس. اسمعوا قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لو صاحبت حضرة النبي هتبقى حياتك مش حياة إنسان بيعيش بالأنفاس ولا بيعيش بالهوى اللي بيدخل رئته، ولكن هيعيش بالأنوار اللي جاية من صحبته لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرة النبي جماله ما يوصفش. حضرة النبي لما بنيجي نحتفل بيه احنا في الحقيقة بنحتفل بنعمة ربنا علينا، احنا بنجدد حياتنا باحتفالنا بحضرة النبي. وعشان كده الحلقتين دول السنة دي عايزين نوصل بيهم بمعنى واحد: ان حياتنا بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.